تشوفون المحاضرة هسه وصلت لكم؟ ايه تمام دكتور، ما واضحة؟ أوكي زين، واضحة واضحة. نبدي إن شاء الله بمحاضرتنا اليوم acute bacterial meningitis. طبعا احنا عندنا bacterial meningitis وعندنا الفيرال اللي هي ان شاء الله شنو هي الانكفالايتس. فاول شيء بالنسبه للبكتيريال meningitis، طبعا هو it is one of most serious infectious disease. طبعا تصير بالانفنت وبالاولدر تشيلدرن، طبعا حتى بالادلت، بس احنا بالنسبه للفيلد مالتنا احنا لازم نفكر اي مريض يجينا فيفر وعنده altered mental status، وطبعا ممكن ويا other immunological dysfunction، ممكن يكون عنده convulsion، ممكن هذا شنو شو افكر احط ببالي بالdifferential diagnosis، شو احط ببالي البكتيريال meningitis. اهم شيء اني شو اريد اعرف الايتيولوجي، اول شيء شنو؟ طبعا احنا هسه راح نعرف الايتيولوجي اللي هو بيا اعمار بال children older than one month of age. ليش؟ لأنه below one month of age أكو غير causative organism. زين، أنا ليش أريد أعرف ال causative organism؟ على مود إن شاء الله من نوصل لل treatment أقدر أنطي treatment according to the organism اللي أنا أقول هاي the most common in this age group. واضح؟ زين، إذا ثلاثة مايكرو أورجانيزم هي الموست كومن كوز أوف بكتيريال مننجايتس بالتشيلدرن أولدر ذان 1 مانث أوف إيج، اللي هي شنو هي؟ واحد ستريبتوكوكال نيومونيا، ستريبتوكوكس نيومونيا. اثنين نايسيريا مننجيتيدس، نايسيريا مننجيتيدس. ثلاثة شنو هي؟ اتش انفلونزا تايب بي. إذن دول شنو؟ دول الـ three most common microorganism اللي يسوي لي البكتيريال meningitis beyond one month of age. حفظتها لو لا؟ شن هي؟ شن هي؟ عددوا لي اياها. يلا واحد منكم يقرأ لي اياها. ها؟ وينكم يا جماعة؟ واضح الصوت؟ واضح يا جماعة؟ نعم دكتورة واضح. مدى أقول شو صدقتي. أوكي لازم نمتوا. ماشي، إذا لا لا ثلاثة لأن خاف ينقطع واني ما أعرف، فإذا هاي فإذا واضح بس على مدد. فإذا ستوكوكال نيومونيا ونايسيريا مننجيتيدس والإتش إنفلونزا تايب بي. اكو بالنسبه مثلا بعض يعني بعض سيرتن اورجانيزم تصير بسيرتن سيتويشن، مثلا اذا عنده البيشنت يعني عنده التريشن بالهوست ديفنس، مثلا عنده اناتوميكال ديفكت، مثلا عنده اميون ديفيشنسي، فهذا راح يكون لايبل الى less common pathogen. مثل ايش؟ ممكن السودومونس، ممكن الستاف ستاف اوريس، طبعا ممكن الكواجوليس نيجاتيف ستاف كوكال، ممكن سلمونيلا، ممكن الاستيريا. طبعا لازم تحطون ببالكم الاستيريا مونوسايتوجينز هاي موست كمان بوين بيا ايج بيلو 1 مانث، بيلو 1 مانث. احنا هسه بدنا نشرح على الابوف 1 مانث اوف ايج. اوكي زين، اني احنا نعرف طبعا هو ايش راح يصير باللي يصير عند البيشنت قبل بكتيريال مننجايتس. ممكن يصير عنده سيربرال انفاركشن، ممكن يصير عنده انكريز انتراكرينيال بريشر، ممكن يصير عنده هسه نشرحها كلها هايدروكيفالي، ممكن يصير عنده ريزد سي اس اف بروتين ليفل هاي بالسي اس اف، يصير عنده لو جلوكوز بالسي اس اف ليفل. هسه راح ناخذ الكلينيكال مانيفستيشن اوف بكتيريال مننجيتس. طبعا البرزنتيشن تكون هي تو باترن، يجينا بشكلين، واحده منهن اللي هي تكون سيفير ودراماتيك، والبيشنت راح يكون سدن
rapid progress manifestation, shock or purpura or DIC, where disturbed level of consciousness, or death, or coma or death within 24 hours. إذن هذا الأول pattern اللي هو severe. لكن الحمد لله, fortunately, هذا less common. خلال 24 ساعة راح يكون rapid progress, shock or purpura or DIC, or alter level of consciousness. تمام؟ وcome or death within 24 hours. لكن most common, هذا قلنا less common. More common presentation, راح يجينا patient عنده several days, يجوز fever, sign of upper respiratory tract infection, أو ممكن GIT symptom, gastrointestinal symptom. ممكن عندي non-specific sign of CNS infection. تمام؟ مثل إيش؟ يجوز عنده lethargy, يجوز عنده irritability. زين الساين مالت المننجايتس, يعني الكلينيكال مانيفستيشن بالمننجايتس, يعني تجيني ب ريليتد الى اثنين, واحد يا اما نون سبيسيفيك فايندينج والاخ ريليتد الى المننجال اريتيشن. يعني النون سبيسيفيك فايندينج هاي قلناها فيفر, انوركسيا, يجوز بور فيدينج, هيديك عنده, sign of upper respiratory tract infection, عنده muscle pain, عنده arthralgia, tachycardia, hypertension, حتى عنده skin manifestation, ممكن petechiae, ممكن purpura, تمام, erythematous macular rash, هذه ال non-specific symptom. وعنده symptom due to meningeal irritation. تمام لو لا؟ إذن أبو المنينجايتس راح يجيني المنفستيشن مالته نون سبيسيفيك, الفيبر والثارجي والروتابوليتي وساين أوف أبر ريسبيراتوري انفكشن سكن مانيفستيشن جوينت مسل بين وساين أوف مننجيال إريتيشن. زين الساين أوف مننجيال إريتيشن إيش تشمل؟ ماخذين الساين أوف مننجيال إريتيشن قبل؟ ما أخذين الساين of meningeal irritation قبل؟ لا دكتور. ما ماخذيها أبد؟ أوكي. خاطر نشرح نشرحها, بس قصدي إذا ما ماخذين فكرة. ها. المننجيال irritation أولاً شنو عندنا؟ عندنا neck rigidity. neck rigidity ممكن. عندي شنو بعد؟ عندي اسمها الكيرنك ساين والبرودينسكي ساين. هسه حتى اراويكم صور عليها. اذا اول شيء neck stiffness, اثنين كيرنك ساين, ثلاثه برودينسكي ساين. زين هسه هم نشوفه, اذا عنده sign of meningeal irritation, اثنين عنده sign of increased intracranial pressure. السمات increased intracranial pressure ايش راح تكون؟ headache, emesis, bulging fontanel. البلجينج فونتانيل, انتم ماخذين الفونتانيل, الانتيريور فونتانيل شو وقت تنسد؟ الانتيريور فونتانيل شو وقت تنسد؟ ها يلا واحد يجاوبني يا جماعه. الانتيريور فونتانيل ماخذين الفونتانيل مو اذا المريض مايكروسيفالي شو وقت تنسد الانتيريور فونتانيل؟ ما تذكرون؟ 12 إلى 18 months, شوية أكثر, تقريبا سنة إلى سنة ونص. الانتيريور فونتانيل تنسد, هاي نقطة كلش مهمة هسه إن شاء الله نشرح عليها, بال 12 إلى 18 months. مو هذه sign of increased intracranial pressure. يعني أنا من يجيني مثلا عند أنتوا هسه باكر قاعدين بالطوارئ, يجيك مثلا طفل عمره 6 أشهر ويجيك شايل عمره 5 سنين 4 سنين. زين ال sign of increased intracranial pressure مثلا ابو 5 سنين هذا يحكي راسه يوجع يقول عنده هدك, تمام, الفونتانيل مالته مسدوده فهذا ما عنده bulging fontanel. بينما ابو 6 اشهر من يجيني عنده vomiting وعنده fever وعنده يجوز convulsion irritability, اني اشك بي meningitis, راسا اروح examination المن للانتيريور فونتانيل فراح اشوفها bulging. فاذا هذا
اشك بعد بالزايد ساين اوف انكريز انتركرانيال بريشر. لان راح نرجع اول شيء مننجل روتيشن، اثنين انكريز انتركرانيال بريشر اللي هي شلون يجيكم البيشنت هيديك يجوز فوميتنج بلجينج فونتانيل، طبعا هاي حسب الايج وايدنينج بالسوتشر اوكيولوموتر ابدسنت نيرف بالسي هايبرتنشن براديكارديا ابنيه دي سيربريت دي كورتيكيت بويستشر ستيوبر جوز كما وساين اوف هرنيشن. زين بعد شي يجيني البيشنت يجيني يكون عنده بابلوديما. بابلوديما بالحقيقه هي طبعا هاي نفحصها بالفندوسكوبي. هذه هي الكومبليكيشن، هي انكمن انكمن كومبليكيشن بالانكومبليكيتد مننجايتس، يعني اذا بعدها اكيوت سمبل ما ملحق يكون بابلوديما. فاذا هي انكمن بالانكومبليكيتد مننجايتس اند شود سجست شوكت، يعني يكون عنده اكثر شيء بابلوديما بالمور كرونيك بروسيس مثل ايش انتراكرانيال ابسس سبديورال امبايميم او occlusion of dural sinus venous sinus. زين ممكن البيشنت عنده focal neurological sign هاي result من الvascular occlusion. ممكن عنده cranial neuropathy cranial nerve يا nerve الocular الoculomotor الabducent الfacial الauditory كل هذه ليش يصعد involvement due to focal inflammation focal inflammation. زين بعد البيشنت شو يصير عنده احنا نرجع تذكرون قلنا non specific symptom و symptom of meningeal irritation تمام لولا وبعد قلنا increasing intracranial pressure و papillodema وبعد عنده convulsion عنده seizure اللي راح تكون low focal or generalized. زين السؤال مثلا نسالكم اقول أو يعني واي سيجر وكير ان مننجايتس ديو تو وات شنو الكوزز لازم تعرفوا ايش راح تقولوا لي ديو تو سيربرايتس ديو تو سيربرايتس اثنين انفاركشن ثلاثه جوز الكترولايت ديستربنسز اللي تصير 20 الى 30% من البيشنت وذ مننجايتس. زين السؤال اللي خلنا نسألكم إياه نقول عددولي ال poor prognosis of meningitis على يا أساس مثلاً أقول هذا poor prognosis هذا لا والله مو poor better prognosis على مثلاً واحدة منهم seizure إذا كانت seizure occur on a presentation يعني هو البيشنت أول ما يجيني عنده convulsion أو اثنين الconvulsion صار within first 4 days of onset هاي طبعا poor prognosis وبعد with a seizure بقت persist after 4 أيام من ال illness وكذلك إذا كانت ال seizure difficult to treated هاي كلها شنو poor prognosis. إذا عرفت شنو طبعا هسه هم بعد أثناء المحاضرة كل ساعة نحط واحدة poor prognosis وكلها تجمعوها تقولوا شنو هاي البروبروغنوسيس اوف مينينجايتس. وحده اذا كان في السيجر صار اوكير اون بريزنتيشن، اثنين اذا السيجر اوكير ويذن فيرست 4 دايز اوف اونسنت، ثلاثه اذا بقت السيجر افتر 4 ايام، واربعه اذا ديفيكولت تو تريتد. زين تذكرون من قلنا عندنا neck stiffness اثنين الكيرنك ساين. شنو الكيرنك ساين يا جماعة؟ ده نشوف هذا البيشنت نايم شو راح اسوي اني راح ارفع رجلي. من راح ارفع رجلي شو راح يصير when the hip flex من رفعت رجلي وهب فليكشن رأسا وين راح يكون عندي وجع؟ راح يوجع وين؟ اها pain هيانها on extensor spasm راح يوجع رجلي وظهره راح يوجع. اذا هو البيشنت هذا الكيرنك ساين، هذا البيشنت نايم اول واحد الكنك ساين نايم البيشنت ارفع رجله لا اسوي فليكشن بالهب راسا راح وين راح يصير عنده بين زين هذا شنو
كيرنك ساين. هذا اللي شنو هو؟ برودينسكي ساين. وبرودينسكي ساين شلون؟ هو البيشنت نايم، اسوي فليكشن بالنك، راسا هو ايش راح يصير عنده؟ فليكشن بالني جوينت. اذا هذا كيرنك وبرودينسكي. الكيرنك ساين البيشنت نايم، بس اني احاول اسوي فليكشن بالهب، يعني ارفع رجله، راسا راح يصير عنده بين. زين، البرودينسكي ساين ايضا البيشنت نايم سوباين، من اسوي فليكشن بالنك ايش راح يصير؟ راسا هو راح يصير عنده فليكشن بالني جوينت. برودينسكي اذا هو نايم بس سويت فليكشن بالنك، راسا راح يصير فليكشن بالني. واضح يا جماعه البرودينسكي ساين والكيرنك وال واضح؟ كيرنك ساين برودينسكي ساين واضح؟ ها واضح لو نمتو؟ واضح؟ اوكي كل زين. وان شاء الله مدامون كلينيكال ايضا راح تشوفون، ماشي؟ طبقوا على البيشنت. ها هسه اهم نقطه راح نوصل هو الدايجنوسيس. اني شكيت بالبيشنت، جاني عنده فيفر، عنده واحد من هاي السمتم irritable vomiting، اذا كبير عنده headache يجوز. اني لازم confirm diagnosis. اهم نقطه بالconfirm diagnosis of meningitis شن هي؟ اسوي lumbar puncture، اسوي CSF. اكيد lumbar puncture اسوي له CSF. CSF ايش راح ادزه؟ طلع لي cerebral spinal fluid CSF. ادزه جرام ستين على مود اشوف المايكرو اورجانيزم، وادزه كلتشر وسنسيتيفيتي، واكيد اول شيء راح اشوف السيل اللي هو راح اشوف عنده بليوسايتوسيس، واشوف البروتين اللي هو راح يكون اليفيتد، واشوف الشوجر الجلوكوز اللي هو راح يكون ريديوست اللي هو راح يكون قليل. اذا اني من راح اسوي لمبر بانكتشر على مود اسوي سي اس اف اكزام سيربرو سباينال فلويد، ايش راح اشوف بيه؟ اشوف بيه السيل اللي هي اليفيتد راح تكون، والبروتين اللي هو راح يكون ايضا اليفيتد، والجلوكوز اللي هو راح يقلل كونسنتريشن، وبعد وادزه جرام ستيب اشوف المايكرو اورجانيزم، وبعد وادزه كلتشر واشوف بالضبط المايكرو اورجانيزم. زين نقطه مهمه، لمبر بانكتشر شود بي بيرفورمد وين بكتيريال مننجايتس از سسبكتد. يعني اني من عندي بكتيريال شك بهذا يجوز هذا بكتيريال مننجايتس، لازم راسا اسوي لمبر بانكتشر. زين انا قلت اني لازم اسوي لمبر بانكتشر من وين ايفر سسبشن العفو اوف مننجايتس. هل اكو كونترا انديكيشن لللمبر بانكتشر؟ يلا واحد يقرا لي الكونترا انديكيشن اوف لمبر بانكتشر، هاي لازم نعرفها. شنو الكونترا انديكيشن مال لمبر بانكتشر؟ يلا من يقرا لي اياها؟ يلا يا جماعه ها وينكم؟ ما اريد انا اقول واحد اخاف ما يقطعون موجودين. ها يلا يا جماعه اريدكم تقولوا لي الكونترا انديكيشن اوف لمبر بانكتشر، لابد نحفظها. من يقرا لي؟ زين نعم دكتور. اي يلا ماشي يلا ماما قريب الكونترا انديكيشن اوف لمبر بانكتشر. First evidence of increased intracranial pressure other than bulging fontanel such as third or sixth cranial nerve palsy with depressed level of consciousness or hypertension and bradycardia with respiratory abnormalities. Severe second severe cardiopulmonary compromise requiring prompt resuscitative measures for shock or inpatient in home position for the lumbar puncture would further compromise cardiopulmonary function. And third infection of the skin overlying the site of the lumbar puncture. Thrombocytopenia relative contraindication. اذا تمام مضبوط. اذا ثلاثه الكونتراندكيشن، وحده خل ابديها من جوا، وحده منها اللي هو اذا عندي انفكشن اوفر ذا سايت اوف لمبر بانكتشر، يجوز عندي مننجومايلوسيل
شايفيها اخو ما انا الدورة تمام اذا هاي ما اقدر اسوي. ثلاثة اذا كان البيشنت عنده سيفير كارديوبالمونري كومبرومايز هو كلش مثلا ال وعنده او يجوز عنده مثلا شوك واني البوزيشن ماتي باللمبر بانكتشر راح يزيد يسوي لي فيرذر كومبرومايز للكارديوبالمونري فانكشن ما اسوي. واول وحدة evidence of increased intracranial pressure اللي هي شنهن هسه قلنا يجوز عندنا نيرف بالسي يجوز double of consciousness يجوز hypertension برديكارديا ها طبعا. واني قبل ما اسوي لمبر بانكتشر لازم اسوي الفوندوسكوبي اخاف عنده بابيلوديما ايضا هذه ما اسوي لمبر بانكتشر. زين احنا ليش ما نسوي لمبر بانكتشر وواحد عنده increased intracranial pressure؟ ليش؟ اخاف يصير عنده شنو ترنيشن. تمام اكو هاي النقطه السطر المكتوب evidence of increased intracranial pressure other than bulging fontanel يعني شنو؟ ها اولا احنا قلنا sign of increased intracranial pressure بالانفنت ممكن bulging anterior fontanel. زين واحنا قلنا البيشنت اللي عنده increased intracranial pressure ما أسوي له LP ما أسوي له، ولكن الانفنت اللي الفونتانيل مفتوحة بعدها بعدها انفنت وبولجينج هذا عنده increase intracranial pressure بس هذا أسوي له LP. ليش؟ لأن هذا ما عنده risk of herniation بعدها الفونتانيل مفتوحة بعدها السوتشر مفتوحة. فإذا هذا يعني الفونتانيل بعدها بعدها مفتوحة فما أخاف من الهرنيشن. بينما بعد أن تنسد باللي عمره سنة ونص وسنتين وثلاثة واربعة وخمسة وستة وعنده مزود الفونتانيل وعنده سايد أوف إنكريز إنتراكرانيال براجر ما أقدر أسوي له LP يصير هرنيشن. ها وضحت الصورة مال other than bulging فونتانيل؟ واضحة يا جماعة؟ ها أوكي؟ اوكي دكتور اوكي اي واضحه مو ها لان هذا شنو الاذر ذان فونتانيل يعني واحد اذا اقول لكم بيشنت عنده انتيرير بلجنج فونتانيل اسوي له ال بي؟ نعم اسوي له لعد هو مو ساين اوف انكريز انتراكرانيال بريشر وتمام لكن هذا ما راح يصير بهرنيشن. اوكي زين هسه احنا قلنا يعني لازم اشخصه اسوي له لمبر بانكتشر. زين واحد عنده كونترا انديكيشن شلون يعني ما انطي تريتمنت ما اشخص؟ لا اف لمبر بانكتشر از ديليد اكو شيء اسمه امبيريكال انتيبايوتيك شود بي انيشيتد. هسه اللي قلنا لازم ان يعرف المايكرو اورجانيزم الثلاثه اللي قلنا عليها لازم اعرفها على مود يعني اتوقع فلهذا انطي امبيريكال انتيبايوتيك اخاف اني ما اقدر اسوي لمبر بانكتشر. وكذلك على ما يطلع لي الكلتشر أنا وين يلا يطلع لي أيام فأني أبدي according للميكرو أورجانيزم اللي أتوقعها بهذا الأيج جروب. زين ممكن أسوي CT scan ممكن for evidence of brain abscess or increase intracranial pressure أيضا هذا not delay therapy يعني يجوز مثلا أن ينطوني موعد باكر CT scan قبل ما أبدي antibiotic. لا أني أبدي antibiotic هو هذا لازم immediate empirical antibiotic therapy أني أنطي وبعدين أني ممكن أكمل التحاليل مالتي. زين بعد شو أسوي للpatient؟ أسوي له blood culture. blood culture معوها should be performed in all patient with suspected meningitis. والblood culture طبعا حقيقة راح أطلع لي الميكرو أورجانيزم إيش قد البرسنت 80-90% من cases of meningitis راح أطلع لي responsible bacteria. بعد شو أسوي له C-reactive protein أيضا إيش راح يكون elevated. بعد شو أسوي له ESR أكيد elevated وprocalcitonin اللي هو أيضا يكون elevated بالbacterial meningitis خطأ أفرقه عن الفيرال لأنه بالبكتيريا يكون elevated. زين هسه إحنا خلينا نحكي على اللمبر بانكتشر يا جماعة. أولاً أنا سويت لمبر بانكتشر غير لازم أني أعرف CSF سيربروسبينال فلويد النورمال هو شنو على مود من يطلع لي الريزلت هذه أعرف شنو هذا الأبنورماليتي مالته. زين النورمال CSF
اولا لونه شلون يكون؟ يكون clear colorless fluid, clear colorless fluid. اثنين B cell, اي نعم B cell بس up to 5 فقط. وين هاي؟ مونونيوكليار هاي. بينما ممكن طبعا بالنيونيت ممكن لحد 30 ولكن يوجوالي جو العشرة, جو العشرة. لكن الأولدر تشيلدرن اللي ما عنده لا فيرو ولا بكتيريال مننجاتس هذا راح يكون جو الخمسة, جو الخمسة ليكوسايت طبعا بير كيوبيك مليمتر. وطبعا هي تكون مونونيوكليار أكيد يعني لنفوسايت زين. هذا النورمال احكي لكم هسه النورمال سي اس اف زين. البروتين بالنورمال ايش قد يكون؟ 20 الى 40 ملي جرام بير ديسيليتر زين. جلوكوز ايش قد النورمال؟ 40 ل 85 ملي جرام بير ديسيليتر. واضح هسه خلصنا زين. هسه راح اشوف اني البيشنت اذا عندي مثلا زين. فهسه البيشنت اذا بالبكتيريال مننجاتس قلنا ايش راح يكون السير؟ ايش بيها السير؟ اليفيتد بليوسايتوسيس زين. بعد اثنين شو يكون عنده البروتين؟ اليفيتد. ثلاثه شو يكون عنده؟ الجلوكوز يكون ريديوس, ريديوس. اذا هذا اول شيء الادلزه. بعدين اسوي له جرام ستيم؟ احنا مو قلنا نسوي جرام ستيم. نعم جرامستين بوزيتيف بشكل 70 الى 90% من البيشنت زين. وطبعا شو اسوي له؟ قلنا ندز ايضا كلتشر, يعني هو سي اس اف ادز ذا كلتشر وقلنا بلاد كلتشر ما انسى زين. اكو نقطه مهمه بال بكتيريال مننجايتس هذا بتشي هنا هسه هذا راح نقراه اللي هو هذا مهم تركزوا لي عليها اللي هي شن هي. اكو بيشنت ممكن احنا مثلا كلكم عندكم وشايفين اي بيشنت لا سمح الله بس مجرد سخن او شيء شنو ننطي انتي بايتك تمام. اللي يبلع كبسول ناخذ كبسول, الاطفال الصغار ننطيهم سيرب تمام لو لا. فاذا هذا شو راح يسموه؟ هو جزء هو مننجايتس بس احنا قلنا بعد بالبدايه شويه فيفر على باراسبارتريكت انفكشن يعني ليثارجيك. بعد هالصوره هسه قلنا نون سبيسيفيك سيمتوم في جزء الاهل او حتى راح وجود الصيدليه او هم عندهم انتيبايتيك. طبعا انطى اورال انتيبايتيك, استلم اورال انتيبايتيك ثيرابي بس لا الدوز مضبوطه ولا الديوريشن مضبوطه. فهذا شو يسموه؟ يسموه بارشال تريتد. بارشال تريتد يعني اخذ انتيبايتيك زين. هذا راح يغير لي الصوره مال السي اس اف. اي نعم راح يغير لي الصوره مال السي اس اف. اها اوكي. ليش هاي مهمه؟ لانه شفنا 25 ل 50% من التشيلدرن اللي هم بكتيريا مننجايتس واستلموا اورال انتيبايوتيك شافوا السي اس اف ايش راح يكون بيه متغير؟ راح يتغير. من يقدر يقول لي ايش راح يتغير السي اس اف؟ الجرامستيم والكلتشر هذول راح يكونوا نيجاتيف اذا بيشنت يسموه بارشالي تريتد يعني او ماخذ انتيبايوتيك اورال لا ماخذ الدوز مضبوطه ولا ماخذ الديوريشن مضبوطه. ايش راح يتغير؟ راح يتغير الجرامستيم والكلتشر. بينما البليوسايتوسيس يعني السيل اللي هي طبعا نعرفها نيوتروفيل هاي تبقى والاليفيتد بروتين يبقى والريديوس شوغر يبقى. لان شافوا هذا يبقى ورا several days after administration of appropriate intravenous antibiotic. واضح؟ اوكي عرفنا شنو ال partially treated meningitis تمام؟ راح تغير شنو؟ الكلتشر وبعد والجرامستين والجرام ستين زين. اكو بعد شيء اخر ياثر على السي اس اف اللي هو تروماتيك لامبر بانكتشر. طبعا احنا نعرف اللامبر بانكتشر وين نسويها اذا تعرفون اكيد وين نسويها بين ال 4 L5 تمام لو لا. مرات يكون عندنا شويه تروماتيك مرات يعني بلاد فصل واحد يطخه فيطلع شويه بلاد بالسي اس اف هذا راح تغير الريزولت. اي نعم تغير الريزولت.
ايش راح يتغير بالريزلت؟ ايش راح يتغير بالريزلت؟ بيسموه تروماتيك سي اس اف، راح يكون سي اس اف لوكوسايت اند بروتين كونسنتريشن ار افكتد باي شنو؟ باي لمبر بانكتشر ذات ار تروماتيك. اذا السيل اللي هي الليكوسايت والبروتين راح تتغير بالتروماتيك سي اس اف، بينما الجرام ستين والكلتشر والجلوكوز هذه ما تتاثر. واضح؟ اذا هسه عرفت شنو البارشال تريتد، هذا راح ياثر لي على السي اس اف ريزلت، والتروماتيك ايضا ياثر لي على السي اس اف ريزلت. البارشال تريتد على الكلتشر وعلى الجرام ستين، تروماتيك على ويش ياثر لي؟ على السيل وعلى البروتين. واضح؟ اوكي زين. اكيد اني حب الديفرنشال دايجنوستس لازم اعرفها. طبعا احنا عندي بكتيريال، ممكن فيرال مننجايتس، ممكن تي بي مننجايتس، ممكن فانجل، ممكن باراسايت، مو ممكن مالجنسي، ممكن دراج، ممكن تراكرينال هيموريج، لان كل يجيني ساين اوف انكريز ان تراكرينال بريشر اللي هو هيديك وفوميتنج كونفولجن. تمام لولا زين. هسه التريتمنت، اول خطوه ارجع للكوزيتيف مايكرو اورجانيزم الثلاثه. شن هي الكوزيتيف مايكرو اورجانيزم؟ شن هي الكوزيتيف مايكرو اورجانيزم؟ هسه بد واحد يعدد لي اياها. الكوزيتيف مايكرو اورجانيزم اوف بكتيريال مننجايتس بيوند ال 1 مانث اوف ايج. ها ها يا جماعه نتذكرها. في اي اي يلا يلا احكوها. اوكي اي ها اوكي وينكم؟ ستريبتوكوكس نيمونيا ونايسيريا وهيموفيلوس انفلونزا تايب بي. عافيه. شنو هي ستريبتوكوكس نيمونيا وبعد؟ ونايسيريا منجيتيس ويل هيموفيلوس انفلونزا. عافيه. هاي نحفظها، حفظناها. اوكي زين. أمي هسه اللي دا أقوله أنطي initial empiric يسموه choice of antibiotic، لازم أنطي بhigh dose ولازم cover المن للmost common pathogen اللي هسه أمي قلتها إلى أن يجيني الكالتشر. أمي سويت CSF وإحنا قمنا شفنا بي مايكرو، شفنا بي كالتش عفوا جرام ستين دزيت له، وشفت بي سال وبروتين وشجر، قلت ها هذا مع البكتيريال. زين بس اني الكلتشر يطول عندي، خو ما ابقى انتظر، اني راح انطي انتيبايوتيك يغطي لي هذني المايكرو اورجانيزم. اوكي عيني يا انتيبايوتيك اثنين نحفظها، فانكومايسين اند ثيرد جنريشن سيفالوسبورين. فانكومايسين والثيرد جنريشن سيفالوسبورين، ثيرد جنريشن سيفالوسبورين مثل ايش؟ سيفاتوكسين او سيفريتراكسون، حفظتها. هسه الدوز الفانكومايسين 60 ملغ بير كي جي بير داي، اعرفها اقسمها اربع مرات وانطوا اياها لو سيفاتوكسين لو سيفريتراكسون، صح لو لا؟ اذا سيفريتراكسون 100 ملغ بير كي جي بير داي لو مره لو مرتين، واذا سيفاتوكسين 200 ل 300 ملغ per kg per day. زين هسه اذا اقروا لي الانتيبايوتيك على مود حفظه. واحد يقول لكم شنو الانتيبايوتيك empirical treatment of choice بالبكتيريال مننجايتس beyond 1 month of age، تروح تقولوا لي راسا شنو؟ عددوا لي اياها، يلا عددوا لي اياها يا جماعه. فانكومايسين اند third generation cephalosporins. عفية اللي هي لو سيفاتوكسين، نعم اي تمام، لو سيفاتوكسون. عفية هاي حفظ معك الغرام نطيك مرة باليوم او مرة مرة او مرتين باليوم، والسيفاتوكسين نطيك 200 الى 300 ملغرام ثلاث مرات الى اربعة باليوم، طبعا بير كي جي. هذا حفظ معها. اوكي لولا طبعا ها طبعا ها شلون الدوز ننطي؟ اكيد انت باسكولر، تمام لولا زين خلصنا. طبعا احنا قلنا هذا حفظ معها، حطكم يا واحد على مود تحفظوها وما تخربطون به. زين اكو حقيقه احنا تذكرون قلنا اكو
مرات يعني اكو سبيشال مثلا سيتويشن واحد جوا المانث اوف ايج هاي بعدين تاخذوها يجوز هذا عنده ذاك الليستيريا انطوا مثلا امبسيلين الليستيريا اذا البيشنت اميون كومبرومايزد احنا قلنا معرض الى لس كومن مايكرو اورجانيزم صح لو لا فاذا مثلا هو اميون كومبرومايزد او مثلا انجرام نيجاتيف بكتيريا مننجايتس سسبكتد متوقعتها اذا هذا ايش راح نعطي تريتمنت هذا راح نعطي سيفتازيدين وياها أمينوغلايكوسايد الأمينوغلايكوسايد نعرف لو جنتاميسين لو أميكاسين تمام لو لا هذا إذا أميون كومبرمايزد هذاك عادي أي واحد يقول لني شنو التريتمنت أو بكتيريال مانينجايتس رأسن أقول له فانكوميسين بلس فيرجن ريجن سيفالوسبارين هذا شو واحد حضرته هذا مرات في حالات واحد أميون كومبرمايزد أو جرام نيجاتيف بكتيريا هذا راح نعطي سيفتازيديم والأمينوغلايكوسايد واضح زين بقى الديوريشن اوف انتيبايوتيك زين ادري انطي اسبوع اسبوعين ثلاث اسابيع شهر هذا ايش قد انطي طبعا حسب اكوردنج للمايكرو اورجانيزم شافوا بل اذا الانكومبليكيتد مننجايتس اذا مثلا عندنا نايسيريا مننجيتيدس اسبوع اتش انفلونزا تايب بي يعني اسبوع الى 10 ايام واذا ستريبتوكوكال نيمونيا تقريبا 10 الى 14 دايز اسبوعين بينما اذا كان جرام نيجاتيف باسيلاي هاي الجنيه اللي من كومبرمايزد او الجرام نيجاتيف باسيلاي سسبكتد مثل ايكولاي او السودوموجس السودومونس ايريجينوزي اللي قلناها ممكن بالاميون كومبرمايز يصير هذول يحتاجون 3 ويكس اور ات ليست 2 ويكس افتر سي اس اف sterilization واضح اذا هذول ممكن اسبوع اذا نايسيريا مننجيتيدس ممكن تقريبا 10 ايام اذا انفلونزا واذا ستريبتوكوكال نيمونيا 10 الى 14 يوم اما اذا اتوقع الجرام نيجاتيف باسيلاي او سيدومونس هاي لازم 3 اسابيع او اسبوعين اذا ورا ما يصير سي اس اف sterilized زين طبعا هسه اني هذا أول شيء الأنتيبايتيك زين يعني لازم أسوي أشياء أخرى تمام لولا لازم أسوي سبورتيف كير السبورتيف كير لازم أول شيء طبعاً إحنا نعرف هذا البيشنت نحط له لازم شارت إلمن للفيتال ساين للفلويد إمبوت لليورين أوتبوت أشوف الريفلكسز مالته أشوف الليفل أوف كونشيسنس يعني لازم أسوي له ميديكال ونيورولوجيكال أسسمنت أول ثلاثة أيام خصوصاً طبعاً أنا مسويت له chart تمام vital sign fluid input urine output while pupillary reflexes while level of consciousness زين طبعاً إحنا نعرف أنه ال patient اللي عنده sign of increased intracranial pressure أخاف يصير عنده inappropriate ADH secretion تعرفوا هذا تمام إذا فلهذا إيش ننطي إذا كان ال patient مو شوك ما عنده شوك أنطي فلويد بس أنطي 2/3 of maintenance 2/3 of maintenance تمام لولا إلى أن راح يرجع ويروح انتركنال بريشر وذاك الوقت يلا أرجع للفول maintenance زين إذا البيشنت شوك شو أسوي له أنطي فلويد restriction ويا الانوتروبيك ايجنت تمام لولا وإذا قلنا كان لا والله مو هايبوتنشن ما عنده شيء فلازم انطي انترافينس فلويد ريستريكتد ايش قد لو للهاف نصه لو 2/3 اوف مينتيننس ليش لان هذا البيشنت اتوقع شي يصير عنده وهسه قلنا ان ابروبريت شنو اي دي اتش سكريشن تمام لو لا زين اكو شيء اسمه احنا مو قلنا اول شيء سنش عالجنا احنا عالجنا الانتيبايتيك انطينا زين وبعد شنطينا حتى شنطينا سوينا للبيشنت سوينا عليه بعد حكولي ايش حكينا للبيشنت سبورتيف كير يعني تشات اي وسوينا فلويد هسه أقوم أعالج شي اللي صار عند البيشنت أنا مو قلت صار عنده increase intracranial pressure
بريشر زين هذا عنده هيدك وعنده فوميتنج وعنده انكريزر بريشر زين شو اسوي له انطي شلون اعالج هسه لازم اعالج يعني سمتم انكريز انتراكرين بريشر شلون اعالجه واحد هيد اليفيشن اثنين ريستريكشن اوف اي في فلويد هسه قلنا انطي لو تو ثيرد لو هاف اوف مينتنس صح لو لا بعد ممكن انطي فروزامايد ايش قد الدوز 1 ملي جرام بير كي جي انطي يعني مره واحده او شنطي انطي مانيتول ايش قد المانيتول نص الى 1 جرام بير كي جي شو اسوي بعد اندوتريكل انتوبيشن اند هايبر فنتيليشن هاي شافوها كلها تقلل الانكريز انتراكرينال بريشر بعد شنو ممكن انطي الجليسيرول اللي هذا شافوه يقلل السيربرال اوديما ويزيد ال يعني شلون يقلل السيربرال اوديما لانه راح يزيد البلازما اوزموليتي وراح يزيد السيربرال سيركوليشن فراح يقلل السيربرال اوديما اذا هذا عرفت شلون عالج الانكريز انتراكرينال بريشر بعد البيشنت عنده كونفولجن عنده فريكوينت سيجر وهسه قلت وحده من الباد ساوند هي السيجر زين فما اخلي البيشنت عنده كونفولجن انا باوع عليه هم لازم انطي شنطي شلون اعالج البيشنت السيجر شود بي تريتد ويز اي في دايزيبام ايش قد الدوز 0.1 to 0.2 ملي جرام بير كي جي بير دوز او ممكن انطي لورازيبام زين أنا البيشنت هذا مو مرة واحدة هذا قلنا لازم أخليه مينتنس أول دوز أنطي دايزيبام ولا رازيبام بس المينتنس لازم شنطي لو فينيتوين لو الفينوبارب ياهو أحسن الفينيتوين لو الفينوبارب للمينتنس أوف كونفولجن بالمنينجايتس يلا واحد يجاوبني هي مكتوبة أنطي فينوبارب أحسن لو انطي فينيتوين احسن بالمنتنس تريتمنت اوف سيجر ها يا جماعه انطي فينيتوين ليش لان شافه يسوي لي لسي ان اس ديبريشن واني بلشي عندي مننجايتس وهو يعني هسه قلنا مو ياثر على شو يسوي لي ممكن loss of consciousness او ستيوبر مو فاذا هذا بعدين انا تخربط عندي الصوره فإذا أنطي الفينيتوين better than الفينو باربيتول بالمنتنس زين بعد شنطي أنطي كورتيكوستيرويد بالمنينجايتس إيه نعم أنطي انترافينوس ديكساميثازون إيش قد الدوز أحفظها 0.15 ملي جرام بير كي جي بير دوز 6 أورلي يومين أوكي يومين إيش قد الديوريشن يومين إيش قد الدوز 0.15 ميلي جرام بير كي جي بير دوز كل الساعات خوش هذول إما أنطيهم للتشولدرن أولدر ذان 6 أسابيع واللي عنده بكتيريا مننجاتس سببها الاتش انفلونزي تايب بي شافوا إذا واحد عنده مننجاتس أو عنده اتش انفلونزي تايب بي وما أخذ كورتيكوستيرويد إيش راح يقلل؟ شافوا الـ duration of fever أقل الـ CSF protein والـ lactate level أقل وأيضاً يقل عندي الـ sensor neural hearing loss إذن صار عنده فوائد لو ما صار طبعاً قلل الـ duration of fever قلل الـ lower CSF protein والـ lactate level وقلل الـ sensor neural hearing loss تمام لولا زين وايضا شافوا كلما انطي الستيرويد ايرلير كل ما احسن يعني حتى لو قبل الانتيبايوتيك او ويا الانتيبايوتيك او خلال وان اول من ما انطي اني الانتيبايوتيك شافوا الكورتيكوستيرويد فوائده راح تكون موجوده اذا هسه راح ارجع شويه ملخص التريتمنت واحد انتيبايوتيك فانكومايسين and third generation cephalosporin اللي هن عرفناه هن والدوز اثنين شنو بعد سوي supportive care سوي fluid حسب two third of maintenance أو half of maintenance وإذا عنده شوك لا والله هذا أعالج ثلاثة سيجر أنطي شنطي أنطي فاليوم مو دايزيبام رازيبام والمنتنس أنطي فينوتوين بعد
increase intracranial pressure أعالجه. شلون أعالج increase intracranial pressure يا جماعة؟ يلا واحد يحكي لي. head elevation. اي كملوه اي نعم احكوها اي. restriction of intravenous fluid. نعم. diuretic furosemide أو mannitol. intratracheal intubation with hyperventilation. والجليسرول has benefit and decrease the cerebral edema by plasma osmolality and enhance cerebral circulation. يعني هذا الجليسرول هو اللي استعمله. شلون الاكشن مالته شلون يشتغل؟ هو اللي راح يقلل لي ال بلازما زايد للبلازما اوزمولاريتي مو زايد السيربرال سيركوليشن. تمام تمام زين. هسه هذا اللي هذا المنجيشن ها ممكن عندي اكيوت سي ان اس كومبليكيشن مثل ايش؟ سيجر كريزنتال كرينيال بريشر ممكن كرينيال نيرف بالسي ممكن ستروك ممكن cerebral or cerebellar herniation or thrombosis. زين زين بعد شنو ممكن يكون عند البيشنت؟ ممكن يكون عنده subdural effusion. subdural effusion تمام خصوصا وين يكون subdural effusion؟ بالانفنت. بالانفنت اكثر شيء. زين السيمتوماتيك سابدورال افيوجن ريزلت ان بلجنج فونتانيل. ايش راح يكون عندي؟ السوتشر داستيسيس اوف سوتشر اللارج الهيد سيركونفرنس فوميتنج سيجر فيفر ابنورمال ريزلت اوف كرينيال ترانس الومينيشن تيست. زين سي تي سكان وام ار اي ايضا هذا راح يسوي لي كونفيرم البريزنس اوف سابدورال افيوجن. زين in the presence of increased intracranial pressure أو يقل level of consciousness هذا يعني symptomatic subdural effusion هذا لازم أعالجه. شلون أسوي له treatment؟ أبو subdural effusion اللي عنده symptom راح أسوي له aspiration. منين أسوي له aspiration؟ من open fontanel through open fontanel. أما إذا واحد عنده بس fever الفيفر alone is not an indication for aspiration. واضح؟ إذا قلنا من الكومبليكيشن مالت المنينجايتس سابدورال فيوجن. سابدورال فيوجن أنا شلون شخصتها؟ كلينيكالي بلجنج فونتانيل وداشيز بالسوتشر وزاد لها السيركونفرنس وفوميتنج والسيجر وأيضا اكو فيبر أو ابنورمال ريزلت أوف كرينيال ترانسلومينيشن تيست سي تي سكان ام ار اي هذا بروف دايجنوستيز مالتي. زين وعنده سيمتم سوالي increase in blood pressure وقلل level of consciousness هذا راح اسوي له aspiration. شو انا اسوي له aspiration؟ من الفونتانيل يا جماعه. واضح؟ زين اكو بعد other complication ال ان ابروبريت انتي دايتيك هرمون. تمام فهذا ايش راح يصير عندي؟ hyponatremia ويقل السيرم osmolality. تمام زين ها اكو بعد واحدة من الكومبليكيشن اثنين فيفر شي اسمه البرولونج فيفر واللغة اسمها سكندري فيفر. البرولونج فيفر شنو؟ الفيفر اللي اول شيء المنينجايتس بصورة عامة وانا بديت ابروبريت ثيرابي دوز مضبوطة اتوقع الفيفر شو وقت تروح وذن خلال ايش قد تروح الفيفر؟ 5 الى 7 دايز ودين ايش قد اتوقع تروح الفيفر اذا اني بادي ابروبريت امتي بايتك تريتمنت 5 تو 7 دايز. زين اكو شيء اسمه برولونج فيفر. شنو هاي البرولونج فيفر؟ اللي هي الفيفر مور ذان 10 دايز اكثر من 10 ايام وقت ولاحظها ان 10% اوف بيشنت. زين هاي البرولونج فيفر شنو الكوزز مالتها؟ ممكن يكون intercurrent viral infection وصار عنده disease الأخ viral الأخ.
ممكن نوزوكوميال انفكشن من المستشفى او سكندري بكتيريال انفكشن، ممكن ثرومبوفلابايتس، ممكن دراج رياكشن. اذا هاي البرولونج فيبر، بقت الفيبر اكثر من 10 ايام من انتيبايدي تريتمنت. زين اكو شيء له اسمه سكندري فيبر. شنو هاي السكندري فيبر؟ هاي سكندري فيبر يعني واحد هو يعني قلت الفيبر ما انت راحت وبعدين رجعت، يسموها سكندري فيبر. هي ريفير تو ذا ريكرودنس اوف اليفيتد تمبريتشر افتر ان افبراير انترفال. يعني راحت الفيبر وبعدين ردت رجعت، هذا يسموه سكندري فيبر. زين السكندري فيبر شنو الكوز مالتها؟ ايضا نوزك بريكارداتيس، ممكن أرثرايتيس اللي تصير ويا البيشنت أثناء ما إحنا بنعالجه بالمنينجايتس، خصوصا اللي سببها نايسيريا منينجيتيدس. زين أوكي، بعد شنو يكون عندي كومبليكيشن؟ ممكن إذا عرفت البرولونج فيبر شنو والسكندري فيبر شنو. الفيبر بصورة عامة بالمنينجايتس تقريبا 5 أيام إلى أسبوع تروح من آني بادية، طبعا أونست أوف ثيرابي، علاج مضبوط وديوريج مضبوط ودوز. برولونج فيبر عرفتها اكثر من 10 ايام تبقى مستمره، سكندري فيبر عرفتها تروح وترجع. زين بعد ممكن شنو بعد؟ إيزينوفيليا منجايتس، بعد شنو؟ دي اي سي، تمام؟ ممكن كون. زين هسه البروجنوسيس اوف patient with meningitis. طبعا هو احنا الـ appropriate antibiotic therapy والـ supportive care والـ follow-up مالتي هذه قللت الـ mortality of bacterial meningitis الى حد اقل من 10%، تمام لولا؟ هاي after، طبعا احنا نحكي كله after neonatal period، موضوعنا الـ meningitis above one month of age. فاذا appropriate antibiotic وال supportive care وال follow up هاي قللت لي ال mortality rate. ال highest mortality rate شافوها ويا من؟ ويا ال pneumococcal meningitis. زين severe neurodevelopment sequelae كون 10 إلى 20% من ال patient. زين تذكرون احنا قلنا البور بروجنوسيس بالمنينجايتس، تمام؟ من قلنا الكونفولجن شبيها بالبرزنتيشن، وبعد شنو؟ تبقى 4 أيام مستمره، وتبقى بعد الاربع ايام وديفيكولت تو تريتد، تمام لولا؟ بعد هسه ايضا البروجنوسيس سبور بيمن بالانفنت اللي هم اقل من 6 أشهر، واللي الكونسنتريشن مالت البكتيريا على البكتيريا برودكت عالي بالـ CSF وايه. وبعد وهسه قلنا هاي مالت السيجر اللي اكثر من 4 ايام، وبعد او اللي كوما اور فوكال نيورولوجيكال ساين اون بريزنتيشن، تمام لولا؟ كل هذه تحمل البور بروجنوسيس. اذا البور بروجنوسيس وين صارت؟ صارت من اخذنا السيجر، وبعد صار الانفنت اللي عمره 6 اشهر، وبعد وصار اذا هو كوما بالبريزنتيشن او فوكال نيورولوجيكال sample presentation، هاي كلها راح تزيد الريسك اوف لونج تيرم سيكولي. زين شنو ممكن هي يكون عندها نيورولوجيكال سيكولي؟ هيرينج لوس، كوجنيتيف امبيرمنت، ريكرنت سيجر، ديلي باللانجويج، فيجوال امبيرمنت، بيهيفيرال بروبلم، تمام لولا؟ زين اذا هسه شنو هي البروجنوسيس؟ اتحسنت حاليا؟ نعم، قللت المورتاليتي ريت بالانتيبايوتيك والفولو اب والسبورتيف كير، لكن يهو المست هاي مورتاليتي ريت ويا من وين؟ نيوموكوكال مننجايتس. البور بروجنوسيس عرفنا، ياهو اللي يحمل بورست بروجنوسيس ايضا اخذناها. وشن هي السيكولي ممكن يكون عنده؟ على اللانجويج، على الهير، على الفيجوال، على البيهيفرال، ممكن يكون عنده ريبيتد كونفولجن، تمام لولا؟ اوكي واضح يا جماعه؟ ها واضح دكتور، واضح واضح. اوكي زين البريفنشن، انا شلون اسوي بريفنشن؟
احنا كنا نعرف اكيد بريفنشن يا جماعه هو شنو هو؟ هو فاكسين. لو فاكسين طبعا ها بريفنشن انا اقصد الكونتاكت زين، فانطي فاكسين او الانتي بايوتيك بروفيلاكسيس زين. الستريبتوكوكو نيمونيا هي باي فاكسينيشن، انطي اكيد فاكسينيشن. ايش وقت انطي فاكسينيشن؟ ريكومندد للتشيلدرن اباف 2 year of age and those at high risk اللي هم اسبلينيا اور اميون ديفيشنسي، هذول انتيبايتيك ما يعتازون. اذا الستريبتوكوكو نيمونيا عندي لها فاكسين بالبريفنشن زين. الاتش انفلونزا تايب بي صدق انتو هستخدم محاضره الفاكسينيشن، الفاكسينيشن بالاطفال عندنا اتش انفلونزا تايب بي عندنا بالسكيدجول موجود الفاكسين اللي هو يسموه الخماسي تمام لولا. فاذا هذا اتش انفلونزا تايب بي هذا موجود هسه تو مانث اوف ايج، نطي بالشهرين، نطي شهرين 4 و6 اذا بالشهرين اوف ايج. وايضا انطي الريفامبيسين should be given to all household contact، كل اللي household contact انطي ريفامبيسين 20 ملي جرام بير كي جي. موني اتش انفلونزا تايب بي موجود فاكسين كونتاكت، هذول شو انطيهم؟ انطيهم ريفامبيسين اوكي زين. بعد نايسيريا منجيتيدس، نايسيريا منجيتيدس يا جماعه شو انطيها؟ ايضا اكو فاكسين المن للهارس تشيلدرن فوق السنتين جماعه الاسبلينيا وبالله هذول ايضا انطيهم شو انطيهم؟ فاكسين. وشنطي للهاوسهولد كونتاكت شنطي بعد ريفامبيسين، انطي ريفامبيسين. وممكن شنطي سيفافرولكسسين مو او سيفاتراكزون، هذول ممكن انطي. They should be given to all contact، كل الكونتاكت regardless of immunization state، حتى لو واحد من الكونتاكت ملقح لكن اني لازم انطيهم شنطيهم لو ريفامبيسين لو سيبروفلوكسسين صح لو لا؟ كلهم انطيهم الهاوس هولد الدي كير سنتر النيرسري سكول كونتاكت الهيلث وركر كلهم واضح زين. الفاكسين may be also used ايضا استعمله ويا الكيمو بروفيلاكسيس for exposed contact or during epidemics of meningococcal disease. اذا احنا طبعا بالسكيدجول عندنا الاتش انفلونزا تايب بي ابو الشهرين جماعه المننجايتس النيسيريا مننجيتيدس العفو لها فاكسين ايضا فوق السنتين، ابو الستريبتوكوكا نيموني ايضا لها فاكسين زين. الكونتاكت الكونتاكت جماعه النيسيريا مننجيتيدس انطيهم شنطيهم ريفامبيسين او سيبروفلوكسسين، جماعه الاتش انفلونزا الكونتاكت انطيهم ريفامبيسين. ايضا شافوا ممكن الفاكسين اللي ينطي للكونتاكت اثناء الابيديميك مات المنينجو كوكال ديزيل المنينجايتس. شنو ما فهمت بي شيء او فد مقطع تريدون نعيده؟ عرفنا الكوزيتيف اورجانيزم، عندنا المانيفستيشن شلون يجيني، عندنا السي اس اف شلون راح اشخصه، اعرف السي اس اف نورمال ريزلت واعرف السي اس اف ايش قد السل يزيد، البروتين راح يزيد، السكر راح يقل، شنو بعد الانفستيجيشن اللي اسويها ويا البلاد كلتشر شود بي دان قلنا، بعد التريتمنت اعرفه لازم فانكومايسين ثيرد جنريشن سيفالوسبورين وانطي كورتيكوستيرويد واسوي سبورتيف كير وانطي اعالج انتراكرير بريشر واعالج الكونفولجن واعرف شنو هاي المننجات تسوي لي كومبليكيشن تمام لولا وشنو البروجنوسز وشلون اسوي بروفنشن. يعني عندي فاكسين وعندي الكونتاكت اقدر انطيهم ريفامبيسين واضح؟ اكو سؤال يا جماعه؟ اكو سؤال؟ ها واضح يا جماعه؟ واضح دكتور. دكتوره بس سلايدات الباثولوجي والباثوفيزيولوجي 4 سلايدات، يعني ما قريناهم بالتفصيل.
نقراها نحن؟ لا ماما مو تفصيل، احنا نقرا النقطه اللي اشرح لكم اياها. هسه مثلا من قلنا عاد ليش خشينا، قلنا ازداد عنده انتراكرينيال بريشر صح لو لا، يقل عنده شنو بعد البروتين، عفوا يزيد البروتين صح لو لا، يقل الشوغر تمام صح لو لا. اوكي هي هاي النقاط اللي هو هذا نعم. انا حتى هسه احنا حتى شرحنا كل نقطة شنو مثلا نسأل عليها، شلون نتوصل بالدايغنوسيز. واضح عيني؟ عندكم سؤال على اي نقطة ما مفهومة؟ شلون السي اس اف البارشال تريتد منجايتس شنو الريزلت مالته بيش يختلف، التروماتيك سي اس اف بيش الريزلت يختلف تمام؟ هاي اريدكم تعرفوا لي اياها. بعد عندنا شيء البور بروجنوسيس، التريتمنت شلون اعالجه، شلون من يجيني ياهو اسوي له لمبر بانكتشر، شنو الكونترا انديكيشن اوف لمبر بانكتشر. هاي كلها الاسئله على هاي المحاضره تمام لو لا؟ زين اذا واحد اني ما سويت له لمبر بانكتشر ما قدرت ما اعالج، لا شلون انطي امبيريكال تريتمنت اعالج. واضح؟ ها عندنا بعد سؤال على هالموضوع يا جماعة، راجعوا نفسكم على مود. اوكي زين، هسه احنا قلنا طلعت لكم الفيرال مننجايتس يا جماعة؟ نعم دكتور. واضحة؟ أوكي. إحنا قلنا يا جماعة البكتيريا المننجايتس هي شنو هي؟ بكتيريال صح لو لا؟ هسه ممكن فيرال مننجايتس اللي شو يسموه؟ انكفالاتس صح لو لا؟ إذا الفيرال مننجو انكفالاتس يا بالأحرى اسمها، فيرال مننجو انكفالاتس اللي شو يسموها؟ الإن كفالايتس. زين هسه الكوزز، احنا عرفنا البكتيريال شنو الكوزيتيف ابوف 1 مانث اوف ايج، اركز لكم عليه. زين هسه انا اريد اعرف الفيرال، الفيرال مينينجو انكفالايتس الكوزيتيف اورجانيزم. اولا شافوا الانتروفيروس، الانتروفيروس هي الموست كومن كوز اوف فيرال مينينجو انكفالايتس. اوكي ولكن يتراوح من mild self limited illness الى severe form و death و significant sequelae. اذا يا هالمس كمان اذا اريد نعرف انتروفيروس. اوكي زين بعد يا فيروس عندي البركوفيروس، هذا اللي هو important cause بالaseptic، طبعا هو يسموه viral meningoencephalitis ويسموه aseptic meningitis اللي هو يقصدون به الفيرال. زين شافوا الباركوفيروس هو الامبورتنت كوز اوف سيبتيك مننجايتس اور انكفالاتس وين؟ بالانفنت، بالانفنت. واضح؟ زين بعد يا فيروس اربوفيروس موجود يزيد شوكت بالسمر مانس. زين بعد عندي هربس سيمبلكس فيروس، هربس سيمبلكس فيروس تايب 1 هذا اللي important cause of شنو severe sporadic encephalitis هم بالشلدر وهم بالأدولت. The brain involvement إش بي أبو الهربس type 1 يكون is focal. The brain involvement usually is focal. زين وأيضا رح يصير progress إلى coma و death in 70% of cases إذا ما أنطي antiviral therapy. إذا شافوا ياهو المص سيفير سبورديك انكفالاتس بالشون والإنفانت هو العفو بالشولدرن والأدولت هو هربي سيمبلكس تايب 1. زين عندي أيضا هربي سيمبلكس تايب 2 هذا بالنيونيت أيضا هذا موجود يسوي لي ديفيوز برين انفولفمنت. إذا شفنا بتايب 1 راح يسوي لي برين انفولفمنت يوجوالي فوكال
شافوا انه بالهربيس سيمبلكس تايب 2 بالنيونيت البرين انفولمنت يكون ديفيوز زين. بعد عندي فاريسيلا زوستر تشيكن بوكس الكوست اوف اورجانيزم مالتها الفاريسيلا زوستر ايضا يسوي لي فايرال مينينجو انكيفالايتس. وجماعه الفاريسيلا زوستر الموست كومن المانيفستيشن مالتهم سي ان اس. شنو وش راح يجوني سي ان اس انفولمنت سيريبلر اتاكسيا البيشنت يجيني سيريبلر اتاكسيا زين. بعد يا فايرال هيومن هيربيس فيروس 6 ايضا هذا يسوي لي انكيفالايتس خصوصا بالاميون كومبرومايزد. بعد المامس ايضا يسوي لي تمام. بعد الروبيلا ايضا يسوي لي الميزل كل هاي ممكن تسوي لي شنو الفايرال. اذا هسه عيد واحد منكم يعدد لي الكوزز اوف فايرال منينجو انكيفالايتس. ها يا جماعه وين هالكوزيتيف اورجانيزم؟ يلا يا هول ماست كمان تسمعوني؟ نمتوا؟ نمنا لو بعدنا قاعدين؟ واضح صوتي يا جماعه؟ الو تسمعوني؟ واضح دكتور واضح. واضح يا جماعة اوكي ما يخالف. لا زين هسه نعد خلينا نعدد اللي مالكم تعرفون الماست كمان من هو الماست كمان؟ الماست كمان؟ انترو فيروس. انترو فيروس؟ اوكي زين. هسه احنا نعرف ان راح يجيني بيشنت عنده فيفر نعمل سبيسيفيك سيمتم واهم شيء عنده فيفر ممكن ما يخالف كونفولجن ماشي ويكون عنده كوما شويه لوس اوف كونشسنس بالانكفالاتس اكثر من جماعه المنينجايتس. هسه خلينا نشوف الكيكال مانيفستيشن شنو ممكن يكون البيشنت يجيني. اول شيء البيشنت ممكن يجيني مايلدلي افكتد ممكن يجي مايلدلي افكتد وبعدين راسا راح يصير كوما وراح يكون سادلي ديث. او ممكن راح يجيني والله عنده فيفر عاليه عنده كونفولجن عنده ابنورمال بودي موفمنت عنده هالوسينيشن عنده الترنيتنج بالمنتال ستيتس ممكن وممكن بعدين يكون الى كومبليت ريكفري. احنا واي شايفين ممكن بيشنت يجيني فيفر واللوكينج وعنده كونفولجن ويصير كوماتوز وبعدين ريكفري. وعندنا بيشنت لا والله اكيوت سريع سريع هو يجيني فيفر وبعدين راسا راح يصير كوما وسادلي ديف. فهذا جماعة المنينجا اللي أفو انكفالاتس زين. أيضا طبعا عندنا هو جنرالي بالفيرال فجنرالي البرزنتيشن مالت الأونست أوف أولنس إيش راح يكون؟ راح يكون أكيوت سريع سريع عندي سي ان اس ساينو سيمتم أيضا وكذلك قبلها شكو نون سبيسيفيك febrile illness for a few days duration تمام لو لا. ممكن الكبار شي يجوني هديك يعني انا صغير الانفنت خو هذا ما اقدر يقول عندي هديك بينما الاولدر تشيلدرن راح يكون هديك. ممكن هايبرسفيزيا بالانفنت راح يكون عنده اريتابولوجي ممكن ليثارجيك زين. اذا البيشنت يجيني بهديك الهديك وين اكثر شيء فرونتال او جنرالايزد زين. ممكن شي يكون عنده البيشنت ريترو بلبر بين ممكن ريترو بلبر بين زين. عنده فيفر ممكن نوزيا ممكن فوميتنج ممكن فوتوفوبيا بين بالنك بالباك بالليج كلها هاي زين. والبادي تمبرتشر طبعا عاليه وبعد منتال دولنس منتال ستيتس يتغير عنده تمام لو لا زين. اكو عندي فيروس اسمه ويست نيل فيروس والنان بوليو انترو فيروس هاي تاثر لي على الانتيريور هورن سيل وتسوي انتيريور هورن سيل انجري والبيشنت يجيني فلكس باراليسيس.
هسه ناخذ ان شاء الله محاضرة القادمة البوليو والنون بوليو فيروس اللي هو يسوي لي فلكس باراليسيس. فاذا هذا يجيني يعني شافوا انه ال وستنيل فيروس والنون بوليو انترو فيروس يأثر على ال anterior horn cell ويسوي anterior horn cell injury والpatient يجيني flex paralysis. فشافوا الacute flex paralysis حوالي 5% من الpatient. طبعا من flex paralysis ايضا الpatient راح يكون عنده loss of power وbladder control. زين ايضا شنو ممكن الpatient؟ احنا قلنا الcausative organism ممكن ميزل صح، ممكن تشيكن بوكس تمام، ممكن روبيلا صح. زين هذا الديزيز هو بيراش، فاذا الانكفالاتس اللي الكوستف اورجانيزم مالتها الممكن الفاريسيلا او الميزل او الروبيلا البيشنت يجيني عنده اكزانثيماس، عنده راش، ممكن يكون عنده الاكزانثيماس قبل السي ان اس ساين، وخصوصا اذا كان الكوست اوف اورجانيزم الايكو الايكو فيروس يعني كوكساكي الفاريسيلا الروبيلا وال شنو بعد ميزا، ممكن ميزا ممكن روبيلا بعد فاريسيلا زوستا بعد يلا وياي اقرا وياي بعد الوستنيل فيروس. ها كل هاي ممكن البيشنت يجيني عند راش طبعا لان هو الكوست اوف اورجانيزم يسوي هالشكل. زين اذا سويت الاكزامينيشن ايش راح اشوف؟ عندي نكروجيديتي وممكن وذاوت لوكالايز نيورولوجيكال تشينجز بالبدايه ممكن تمام لو لا. زين شلون اشخص البيشنت اللي عنده منينجو انكيفالاتس؟ اول وحده مثل المنينجايتس يعني لامبر بانكتشر يعني CSF. CSF ايش راح يكون عند السيل؟ طبعا هناك السيل شنو كانت؟ البوليومورف. هنا شنو السيل؟ اللامفوسايت تمام لولا. زين البروتين يزيد، الشجر شجر شبي لا ما يقل. هسامينا نشوفه. زين بعد شاشوف شاسوي انفستيجيشن عند اللامبر بانكتشر بالمنينجايت بالانكفالاتس شاشوف شاسوي بعد EEG تمام، وممكن CT scan و MRI. بالEEG شرح أشوف بالEEG بالإنكفالايتس راح أشوف diffuse slow wave activity اللي هو usually without focal changes. زين إذا أسوي CT or MRI شرح أشوف swelling of the brain parenchyma صح لو لا؟ brain parenchyma راح اشوف ايضا. اذا EEG شفت الفايندينج مالته صح، CT والMRI ايضا شفت الفايندينج مالته ايش راح اشوف بي. زين differential diagnosis عادي مثل ذاك مو البكتيريال قلنا يجوز فايرال، احنا عندنا الفايرال يجوز بكتيريا يعني يجيني فيفر ويجيني هيديك نفس السيمتم ويجيني نكروجيديتي كومبالجن كوما. إذا ممكن أكيد بكتيريا مننجايتس، ممكن أبسس، سبديورال إمبايميم، ممكن تي بي مننجايتس تمام لولا، ممكن نانوفكشوس مثلا مالجنسي، دراج، انتراكرينال هيموريج، كل هاي الكوزز ممكن تطلع هي الديفرنشال دايجنوسيز. زين هسه قلنا CSF صح لو لا؟ نرجع للCSF. احنا قلنا CSF ايش راح اشوف بالCSF؟ راح اشوف اولا عنده ال cell increase اللي هي شن هي؟ شن هي؟ اللي هي الليمفوسايت تمام. ممكن بس بالبدايه بوليمر بس بعدين راح ترجع تصير المونيونيكولير سيل اللي هي الليمفوسايت. بعد البروتين elevated، الشوجر لا، الجلوكوز concentration راح يكون هو نورمال ما يتأثر ما يقل مثل البكتيريال. زين بعد أنا أقدر أسوي isolation الفيروس من CSF؟ نعم ممكن أشوف isolating الفيروس from the CSF أقدر شو وقت، بس هذا على ويش يعتمد؟ يعتمد على لك time
in the clinical course that the specimen is obtained. وكذلك على نوع الايتيولوجيكال ايجنت وكذلك على شنو على السكيل مال الدايجنوستيك لابوراتوري ستاف. اذا اني اقدر اسوي ايزوليشن اوف فيروس فروم سي اس اف طبعا البيشنت اللي عنده فايرال مينينجو انكيفالايتس تمام لولا اوكي زين بعد شنو عندي اقدر اسوي اقدر اسوي ديتكشن الفايرال دي ان اي اور الار ان اي باشنو بالبي سي ار باي بي سي ار تمام زين اقدر اسوي سي اس اف سيرولوجي تمام اذا كل هذا ممكن اسوي فور دايجنوستس اوف منينجو انكيفالايتس اذا صارت شنو اول شيء لامبر بانكتشر سي اس اف بعدين اي جي بعدين CT scan or MRI. بعدين ممكن أسوي isolation of virus from CSF. بعدين ممكن أسوي detection of viral DNA و RNA يعني ال PCR. واضح؟ زين. أنا شلون أعالج أسوي treatment ال patient اللي عنده meningo encephalitis. طبعاً كلها supportive ما عدا يعني ماكو داعي أنطي Antiviral cyclovir ما عدا الهربيس simplex viral encephalitis إذا كلها علاجة the treatment of viral meningo encephalitis is supportive ما عدا الهربيس simplex viral encephalitis الشنطي acyclovir زين هسه إذا the treatment of mild disease ممكن تتطلب فقط symptomatic relief عنده هديك عند هايبرسيزيا شلون نعالجه ريست نون اسبرين كونتينينج انرجيزيا اقلل ال احنا هسه قلنا تذكرون قلنا فوتوفوبيا فاذا شو اسوي اقلل الروم لايت اقلل النويز اقلل الفيزيتورز صح لو لا زين عند فيفر انطي اسيتامينافين اللي هو باراسيتول از ريكومندد المن اللي عنده فيفر الاوبيويد agent وmedication انطي قلل النوزية قلل النوزية بس هاي ما هالقد نستعملها بالأطفال ليش نخاف له يأثر لي على ال شن هي تسوي misleading للساين والسيمتم زين إذا عنده poor oral intake شو رح انطي intravenous fluid إذا هسه صار symptomatic relief الهديك الهابرسيزيا انطي ممكن عن اسبرين كونتيننج انرجيزيا انطي اسيتامينوفين اذا بور فيدينج انطي انترافينوس فلويد اقلل الروم لايت اقلل النوز اقلل الفيزيتورز واضح زين اذا عندي سيفير ديزيز هذا لازم اسوي له ادمشن للهوسبيتال وطبعا راح مونيتورينج وراح اعالج حسب عنده كونفولجن انطي كونفولجن ايش راح انطي مثل العلاج مالت المنينجايتس اللي هو دايزيبام غير زين سيربرال اديما اذا عنده ايضا اعالجه ان اديكويت ريسبيراتوري اكستشين انطيه ديستربد فلويد والكترولايت بالانس اعالجه اسبيريشن اسفكسيه اذا عنده كل هذا اكوردنج لل كيس مالتي اذا المايوب عالجته السيفير اكيد راح اسوي له شنو سيفير ايش راح انطيه راح نعطي سيفير انكيفالايتس راح اسوي له ايضا مونيتورينج اذا عنده كونفولجن عالجه سيربرال اديما عالجه الفلويد الالكترولايت تحسبها وقلنا الاسايكلوفير المن ينطي بس المن للهبي سمبلكس زين ايضا البيشنت اذا عنده كريزنتر بريشر راح عالجه مو حسب وايضا راح اسوي له مونيتورينج قلنا هو عنده كونفولجن أني لازم ممكن من الهايبونيتريميا من الأبروبريت أي دي إس سكريشن تمام لولا أديز انفستيجيشن شنية بلد جلوكوز أخاف هايبوغلايسيميا أديز ماجنيسيوم أديز كالسيوم كل هذه ممكن تسوي لي كونفولشن هي هذه اللي أنا لازم أسويها ال انفستيجيشن زين البروغنوسيس شلون البروغنوسيس أبو البيشنت اللي عنده انكيفالايتس بصورة عامة أغلب الشلدرن ريكفر كومبليتلي من الفيرال انفكشن خصوصا إذا كان هو انتروفيروس زين لكن الهاي مورتاليتي ريت وين تكون أكثر شيء بال
رابيز فيروس وبيل هيربيس سيمبلكس فيروس. هذول اكثر شيء تتذكرون احنا الانترو فيروس قلنا مرات والماست صار هو الماست كمان والماست ريكفري هو منه، وقلنا قسم يكونون سمبل وقسم يكونون بهم كومبليكيشن. زين وياهو السيفير، السيفير هو رابيز ويل هيربيس سيمبلكس فيروس. زين اللي بيسيكولي هوايه. زين شنو ممكن ياثر؟ ممكن انتلكتشوال، ممكن موتر، ممكن سايكاتريك، ممكن ايبليبتيك، ممكن فيجوال، ممكن ايديتري. كل هذا ال ممكن ياثر الانكفالايتس على على الفيجن، على الاير، على الانتلكتشوال، ممكن يبقى عنده كونفولجن. زين شو نسوي للبريفنشن؟ بريفنشن طبعا انا اكيد اللي مثلا بوليو هذا بيفاكسين، الميزل بيفاكسين، مامبس بيفاكسين، روبيلا بيفاكسين، هاي كل هالفيروسات ممكن تسوي انكفالاتس. فاذا اني عالج هذا الفيروس بعد اكيد راح ما راح يصير عندي الانكفالاتس ديو تو البوليو والميزل والمامبس والروبيلا والفاريسيلا. فاذا هذا كله باي فاكسين خلاص. بعد شنو ممكن اكو؟ ممكن عندي insect vectors. يعني ممكن control of insect vectors شلون؟ by شنو insect breeding site. راح اسوي eradication of insect breeding site. انا راح استعمل شو استعمل؟ شلون اسوي eradication of insect breeding site؟ انا لازم suitable spraying method. وكذلك ممكن اقلل الانفكشن خصوصا اذا نمنا مثلا بالاوتدور. واحد مرات اذا مثلا برا لازم شلون يلبس؟ ممكن لونج سليف شيرت او يلبس لونج بانتس والسوك على مود يغطي، يقلل شنو التعرض الى لدغات الحشرات. صح لو لا؟ ممكن استعمل الانسكت ريبيلنت. نعرف شنو هاي الانسكت ريبيلنت؟ اللي هي اكو مرات سامعيها يسموها الكله، اللي خصوصا هذول اللي ينامون برا حاطر ما يصير عندهم الانسكت بايت، ما يتعرضون الى عضات البعوض اللي ممكن هذا كله تسوي لي الفايرال فايرال ديزيز، وراح تسوي الكومبليكيشن مالتي اللي هي شنو هي؟ يعني انكفالاتس. وقلنا نلبس بدن طويله، نلبس لونج بانس، نلبس سوكس، وخصوصا اذا وين كنا بال اوت دور انا مود اقلل الريسك اوف اتعرض الى الريسك اوف انفكشن. واضح؟ زين هسه عرفنا الكوزيتيف اورجانيزم الفيروس شلون يجيني البيشنت. ممكن يجيني ايضا السبيسيفيك سيمبتوم في الشمية، وبعدين يجيني عنده يجوز فيفر وهيديك وبعدين شنو بعد كومبولشن وكوماتوز عنده لوس اوف كونشسنس يصير. زين شلون اسوي له دايجنوسيس؟ ايضا راح اسوي له سي اس اف، اي اي جي، سي تي سكان، ام ار اي، ايزوليشن الفيروس، بي سي ار اسوي له. زين تريتمنت سبورتيف ما عدا الهيربس سيمبلكس فيروس اللي شو يسوي لي؟ يعطي اسايكلوفير. اوكي عندنا سؤال واضح يا جماعه؟ لو عندنا سؤال واضح دكتوره واضح ان شاء الله. اي سؤال عندكم على هالموضوعين؟ احنا دائما المننجايتس والانكفالايتس لان هذا بكتيريا هذا فايرال، لاحظتوا البرزنتيشن تقريبا نفسها الدايجنوستيك شلون اتوصل لها وشلون اسوي التريتمنت. ما عندنا سؤال؟ زين يعني اخر محاضره قلت لكم حضرتوا لي واجب بيتي السايد افكت اوف ميثابريم مو تراي متذكرون تراي ميثابريم سلفي ميثاكسازول. لو نسيتوا هذا الواجب البيتي ماشي هذا تحضروا لي ايضا على الاسبوع الاخر ان شاء الله الكومبليكيشن السايد افكت العفو اوف تراي ميثابريم سلفي ميثاكسازول.
نتذكره مو هذا هذا الواجب حفرا حفرا. ما عندنا اي سؤال هسه، واذا اي سؤال عندكم او شيء يعني موجود ان شاء الله. اوكي ما في سؤال، شكرا جزيلا. اوكي يلا شكرا.